نقول ونستذكر بأشد العبارات الصمت الدولي تجاه العدوان التركي على مناطقنا في شمال وشرق سوريا. تسقط الفاشية التركية، تسقط الفاشية التركية. يسقط يسقط أردوغان عشر قائد وشهدان. شدادي شدادي راياتكم لفوق شدادي. تزال دولة الاحتلال التركي تواصل سياساتها العدائية تجاه شعبنا في شمال وشرق سوريا أمام ومرأة أنظار دول العالم التي وقفت عاجزة أمام الدولة التركية التي تقوم بحملة الإبادة لشعبنا وتقوم باستهداف المدنيين الأبرياء بالطائرات المسيرة. وما حصل مؤخرا هو خير شاهد ودليل على همجية هذا الاحتلال القائم على سفك الدماء في كوباني وتل تمر، حيث قتل الكثير من المدنيين الأبرياء العزل في هذا القصف الهمجي البربري الذي لا يمت للإنسانية بأي صلة. تركم هذه الدولة تقوم على تعطشها وسفكها لدماء الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ، ويظهر وحشية وهمجية هذه الدولة الخارجية عن القانون الإنساني، ويفضح ترابطها مع الإرهاب ودعمها للإرهابيين الذين جندتهم من كل أنحاء العالم وسياستهم الاستعمارية بحق شعوب المنطقة. فاليوم تركيا في جميع بلدان العالم تمارس الإرهاب التفكيري سواء في سوريا وليبيا وشنغار وغيرها من الأراضي. فاليوم الدولة التركية بوحشية تقوم بقصف المدنيين الآمنين في منازلهم في تل تمر وكوباني وتقتل الكثير منهم بدم بارد أمام مرأة وانظار العالم الذي وقف ساكنا ولم يقوم بأي رد أو أي تصريح. نقول ونناشد، نحن كمجتمع مدني من جميع الطوائف، سريان، عرب، إزيدية وغيرها، نقول ونناشد المجتمع الدولي بأن يوقفوا هذا العدوان الغاشم على أراضينا وشمال سوريا، وأن يفتحوا لنا المعابر، لأن في هذه الأرض أطفال ونساء وشيوخ. احتلال لا لا للاحتلال، لا لا للاحتلال، لا